قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بالتوقيع على ما يسمى بمشروع القانون لحقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، الأمر الذي جعله قانونا رسميا. هذا وقالت شخصية في مختلف الأوساط الاجتماعية في هونغ كونغ أن ذلك دعم علني للعنف وينتهك حقوق الإنسان لمواطني هونغ كونغ بشكل شديد. 美国政府对中国内政的粗暴干涉. تحاول الولايات المتحدة كبح تنمية الصين عبر تخريب الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ. هذا تدخل وحشي في شؤون الصين الداخلية. إن تمرير مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ يهدف إلى تغيير مكانة هونغ كونغ كمنطقة جمركية مستقلة وتخريب مزاياها بصفتها مركزا تجاريا وماليا ومركز نقل بحري في العالم. يتوجب على الجانب الأمريكي وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية وشؤون هونغ كونغ. ندعم الحكومة المركزية لاتخاذ تدابير قوية كردود على ذلك. تمرير مشروع القانون هذا استفزاز علني ضد سيادة الصين في هونغ كونغ. يحاول السياسيون الأمريكيون تشجيع المحتجين في هونغ كونغ لتصبح المدينة حجر شطرنج في سبيل كبح الصين. هذا تهديد شديد للأمن القومي الصيني. تفعل الولايات المتحدة ذلك بغية إبطاء تنمية الصين عبر صنع الشغب في هونغ كونغ، مما يجبر الصين على الرد بتدابير أقوى، ولن تحصد الولايات المتحدة إلا نتائج معاكسة.